تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الاعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامجكم صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. مثل ما عودناكم في كل حلقاتنا بنتطرق الأمور ومواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم، وطبعا يسعدنا استقبال مكالماتكم، استفساراتكم، مداخلاتكم على أرقام التواصل ويانا اليوم. قبل ما أذكركم بأرقام التواصل ويانا، أرحب طاقم العمل وياي اليوم: في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرة المري، في الإخراج أيمن سرحيل. صبحكم الله بالخير جميعا ويعطيكم العافية. اليوم وياي مقدمة اللي هي دكتورة سارة الدلال. صبحت الله بالخير دكتورة سارة. صباح النور، شخبارك دكتورة؟ الله يسلمك. وياكم اليوم دكتورة عاشة البصي في التقديم. اليوم مواضيعنا متنوعة وعندنا مسابقة مميزة جدا جدا. سؤال إن شاء الله بنطرحها كل أربعة خلال البرنامج، وإن شاء الله بيكون في سحب للفائز اللي بيجاوب إجابات صحيحة للمسابقة هذه. بيكون إن شاء الله السؤال بيكون كل أربعة مثل ما قلت لكم، والسحب بيكون آخر الحلقة بخصوص الفائز في إجابة السؤال. بيكون فائزين في الإجابة وإلهم جوائز مميزة صراحة. بذكركم بأرقام التواصل وأشرح لكم أكثر بخصوص مسابقتنا لهذه الحلقة. أرقام التواصل دكتورة سارة 600-551-414 وللرسائل النصية 4006. بخصوص أن المسابقة اللي هي تتحدث عن تحدي صحة الفم والأسنان 2X30 دنتو أورل، يصير هيئة الصحة بدبي إطلاق تحدي برنامج رعاية الفم والأسنان دنتو أورل اللي يهدف لنشر الوعي في إمارة دبي حول أهمية المحافظة على صحة الفم والأسنان. سؤال هالأسبوع بيكون البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ نتواصل على أرقام التواصل هذه 600-551-414 أو على الرسائل النصية 4006 للإجابة على هذا السؤال. طرشون الإجابة سواء بالاتصال أو بالرسائل النصية إن شاء الله، والفايز إن شاء الله بنذكره في آخر البرنامج. بتكون هناك جوائز طبعا قيمة مقدمة من فيليبس سونيكير وجوردن، وسيتم الإعلان عن الفائزين قبل نهاية الحلقة، فترقبوا الأسئلة كل يوم أربعة. كذلك يمكن المشاركة في التحدي من خلال قنوات الإعلام الاجتماعي سواء الانستغرام، فيسبوك أو التويتر أو موقع هيئة الصحة بدبي. فننتظر إجابتكم. طبعا السؤال جدا سهل وأتوقع معظم الناس بتجاوبه بطريقة صحيحة، فننتظر الإجابات سواء بالمكالمات أو بالرسائل النصية. ومثل فقرتنا اللي عودناكم عليها اللي هي الفقرة التغذوية، اليوم بنتكلم أكثر عن أهمية الرياضة في حياتنا مع أخصائية التغذية بدبي ريناد إبراهيم. صبحت الله بالخير ريناد. أهلا، صباح الخير، صباح النور.
أهلا ريناد، شو أخبارك؟ أهلا، الحمد لله تمام. إن شاء الله يكون الكل بخير وسلامة، ويكون يوم سعيد إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله، إن شاء الله جميعا. يمكن شوية المستمعين يستغربون أن أهم الرياضة بتتكلم عنها أخصائية التغذية، بس دوركم أنتو كبير، ما فقط في النصائح التغذوية، وايد تربطون بين الرياضة والمجهود الجسدي أو يعني الممارسات الرياضية، وكذلك علاقتها بالتغذية والأكل الصحيح. صحيح صحيح، هذا الكلام صحيح. احنا كتغذية دائما ما بنشجع ان نمشي على شيء واحد في النظام الغذائي، يعني انه بس نظام لزيد الوزن، لا، نحب دائما يكون نظام لزيد الوزن مرتبط مع الرياضة. ايوه صح. لعدة اسباب. اول شيء طبعا نظام لزيد الوزن هو يساعد انه احنا نحافظ على اكلنا، اكل صحي، اكل متوازن، أكل ما يحتوي على مثلا سعرات حرارية عالية، سعرات حرارية مقبولة على حسب احتياج الجسم. أما الرياضة اللي هي تساعد على نحكي تظبيط شكل الجسم، بنفس الوقت شد الجسم، وإلها طبعا فوائد عدة على الجسم وعلى الصحة النفسية وعلى كل شيء. أيوة. الرياضة طبعا رياضة مختلفة، يعني كذا رياضات، يعني لما نقول رياضة مو بشرط بس الرياضة يعني أنا أسير الجيم، رياضة يعني أنا أسير سباحة، لا، الرياضة تكون بكل شيء موجود في حياتنا. يعني مثلا يوم تسيرين الجيم تلعبين كل الألعاب أو السباحة، أو حتى في الرياضات العادية في البيت، مثلا ممكن مثلا تسوين تمارين وأنت داخل البيت، مثلا تمارين شد الجسم أو شد العضل أو تمارين المعدة، هي ممكن تتسوى في البيت مثلا. أيوة. ومثلا حتى الألعاب العادية مثل كرة السلة، مثلا كرة القدم، مثلا الطاولة، أي شيء مثلا يحتوي على رياضة أو حركة نعتبره من الرياضة. حتى المشي، يعني مثلا الناس ما يحبون مثلا الأماكن المغلقة، ممكن مثلا يسيرون برا يتمشون في أي مكان، مثلا ممكن يكون مكان مسكر أو مكان مفتوح. بعد في عنا كمان رياضات متنوعة غير الألعاب، مثلا الأيروبيك، اليوغا، هاي بعد تحتوي على نوع من أنواع الرياضة. أيوة. هل في فئات عمرية تناسبها رياضات معينة أو أوقات معينة في اليوم اللي يقدرون يمارسون فيها هذه الرياضات؟ أكيد. هلا طبعا في ناس، في بعض الأشخاص ممكن يكون عندهم مشاكل صحية ما يقدرون يسوون أصلا كل أنواع الرياضات، أو مثلا الناس اللي يكون كبار في العمر، يعني مثلا ما يرومون يسوون رياضات مثلا مثل كرة القدم أو مثلا التنس أو شيء، مثلا يسوون الرياضات الخفيفة مثل المشي. مثلا المشي مناسب لكل الأعمار، يعني سواء كانوا صغار أو كبار. مثلا السباحة مثلا الناس اللي عندهم مشاكل مثلا ممكن في الركب يرمون يسوون السباحة، خصوصا أو الأيروبيك المائي. ليش؟ لأن يكون وزن الجسم أخف داخل المي. ما شاء الله، الحين الجو بعد يساعدنا على السباحة أكثر. هي بعد السباحة مثلا مناسبة لكل الفئات العمرية بعد، يعني أي حد يروم يسوي سباحة. يمكن شوي الكبار السن ما يرومون على مثلا السباحة أو المي، بس يرومون يسوون مثلا التمارين اللي شد العضل، يعني اللي هم مثلا داخل البيت حتى وهم يالسين، مثلا الحركات في اليدين، حركات في القدمين، هاي كلها تعتبر حركات بسيطة بس تعتبر نوع من أنواع الرياضة وتعطي مفعول يعني للجسم، مو بأن عذر أني ما أقدر أسير. أيوة. الجيم أو أني أطلع. تحريك العضلات شيء وايد مهم، يعني لو حركت العضلة، حتى الناس اللي يشتغلون، في ناس وايد يقول يشتكون من الوقت، احنا ما عندنا وقت نسوي رياضة، فاحنا نقول لهم حتى لو انتم داخل الدوام، يعني لو دوامكم طويل مثلا او دوامكم مكتبي، لا، حاولوا انكم تقومون على الكرسي مثلا مثلا كل فترة ساعتين، مثلا لو انتم واقفين مثلا تسوون مثل الاسترتش، مثلا ترفعون يدينكم مثلا، او تمسكون مثلا علبة المي مثلا في ايدكم مثلا ترفعوها لفوق لتحت، يعني شوي يكون في حركة لو حتى داخل المكتب، يعني شيء بسيط بس يعطي يعني مفعوله كذلك. بعد تجدد النشاط داخل، يعني تجدد نشاط الشخص، خصوصي لو اي شخص شغلهم مكتبي طويل، فممكن هاي الرياضات تساعدهم انها تعطيهم نشاط في المكتب، او حتى لو مثلا قفزتين او ثلاثه مثلا، او حتى لو مثلا مشي، يعني مثلا من مكتب لمكتب ثاني، او مثلا للمصلى او اي شيء، مثلا هذا يعتبر تحريك للدورة الدموية للعضلات. ريناد، في ناس تربطها بخصوص الأكل، يعني شو نصيحتك بالنسبة بعد الأكل بكم أو قبل الأكل بكم يعني الواحد يقدر يمارس الرياضة؟
هلأ أفضل وقت طبعاً لممارسة الرياضة يا أما على معدة فاضية، أيوة اللي هي تكون أول الصبح مثلاً عقب صلاة الفجر أو قبل الريوق يعني بساعة، تمام، أيوة أو يا أما يكون بعد الأكل بساعتين. بعد الأكل بساعتين أو بساعتين. على ليش معدة أحسن؟ تكون أو فاضية. على معدة فاضية. ليش أول شيء على معدة فاضية؟ إحنا بنفضل يكون على معدة فاضية لأنه الجسم يبلش يحرق الدهون، ما يحرق الأكل، يعني ما يحرق السكريات، تمام؟ أيوة يوم يكون عقب الأكل ممكن شوي الجسم يحرق أول شيء السكريات، عقب يبدأ يحرق الدهون. أيوة فعشان هيك يعني دائما ننصح اللي يقدرون يسوون رياضة على معدة فاضية يكون أفضل، واللي ما يقدرون عقب الأكل بساعتين بساعتين. أوكي تقريبا. شكرا ريناد إبراهيم، اختصاصية التغذية في هيئة الصحة بدبي. العفو، الله شكرا. يخليك. مستمعينا الأعزاء، قبل الفاصل حبينا نذكركم بس بسؤال هالأسبوع بخصوص تحدي صحة الفم والأسنان، إن شاء الله السحب يكون قبل نهاية حلقتنا لليوم. سؤال هالأسبوع: البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ تواصلوا ويانا على أرقام التواصل 6005514414 وعلى الرسائل النصية 4006. طالعين فاصل إن شاء الله وردي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. أذكركم برقم التواصل ويانا 6005514414 والرسائل النصية على 4006. أذكركم مرة ثانية بتحدي صحة الفم والأسنان 2X30 دينتو أورال. سؤالنا، نعيد السؤال مرة ثانية، سؤال هذا الأسبوع: البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ طرشونا إجاباتكم خلال الرسائل النصية على 4006. والجوائز بتكون من شركة جوردن وفيليبس سوني كير، بتكون جوائز قيمة ولها علاقة صراحة بالفم والأسنان كذلك. وفالكم الفوز جميعا إن شاء الله. طبعا بنتحدث أكثر عن تحدي الفم والأسنان ومعلومات أكثر بتكون عن هالبرنامج وتحدي دنتو أورال. ويانا على الهاتف الدكتورة شيمة مشهداني، أخصائي أول طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة شيمة. صبحكم الله بالخير ومشاهدي وعفوا المستمعين الأعزاء من برنامج صحة وسعادة. أهلا دكتورة شيمة. دكتورة شيمة، طبعا كلنا عارفين أهمية الفم والأسنان، وحتى برنامج رعاية الفم والأسنان اللي هو دنتو أورال، أنتوا بذرون ما شاء الله مجهود كبير بهالخصوص، والفم والأسنان لهم صراحة يعني كلنا يعني عارفين بأهميتهم، فحابينك تعطينا أكثر نبذة عن برنامج رعاية الفم والأسنان اللي هو الدنتو أورال. نعم، برنامج دنتورل هو عبارة عن استراتيجية طرحتها هيئة الصحة في دبي لتحسين الصحة الفموية لسكان دبي. ودنتورل هو الاستراتيجية اللي تعني بتحسين الصحة الفموية للأسنان، كذلك تطوير الكادر الطبي للأسنان وتحسين وإدخال أفضل وأجدد الخدمات الصحية المقدمة للأسنان. أيضا نعني إن شاء الله نكون رقم واحد في العالم في مستوى صحة الفم والأسنان للسكان وهكذا.
الفكرة التحدي هي نبعت من الاستراتيجي لتحسين صحة الفم والأسنان بطرق مبتكرة لتقديم النصائح والحملات التوعوية. هذا حيكون أول حملة توعوية إلكترونية بالكامل، فبالتالي التفاعل مع المجتمع بيكون بشكل أفضل وأسرع وأحسن. الفكرة أنه إحنا كل أسبوع نطرح معلومة قد تكون جديدة بالنسبة للمستمعين أو القارئين، ثم تتم عليها أسئلة حتى نختبر قدرتهم في فهم المعلومة، وبعد ذلك بطريقة ممتعة نعطي الجوائز حسب نشجع جميع الفئات العمرية. والمستهدفين في هذا هو جميع الفئات العمرية من الصغار والكبار وكبار الإماراتيين وأصحاب الهمم وجميعهم، يعني نحب أن يكون في مشاركة من الجميع. ممتاز. هذا بالنسبة لتحدي رعاية الفم والأسنان اللي هو الدنتو أورال طبعا. صحيح. دكتورة، ممكن تحدثين أكثر عن أهمية هذا البرنامج؟ نعم، أهمية البرنامج يكمن في أنه يرتبط ما بين صحة الفم والأسنان والصحة العامة للجسد، فبالتالي ما في فصل ما بين أنه أنا يكون عندي صحة مثلا سيئة للأسنان وصحتي العامة جيدة، في رابط مباشر، لأن البكتيريا اللي موجودة في الأسنان والبكتيريا الموجودة في اللثة تؤثر على القلب، تؤثر على أعضاء الجسم، تؤثر على المفاصل، وبالتالي الصحة أيضا مهمة جدا أنه نعتني فيها بصحة الفم والأسنان. والاعتناء بصحة الفم والأسنان صراحة الموضوع جدا بسيط لو أن الإنسان يستطيع أن يتابعه، هي عبارة عن تفريش الأسنان، متابعة الطبيب، في حالة أنه عندي أي مشاكل في الصحة أروح أراجع الطبيب أخلص المشكلة، في عندي مثلا علاج أكمل العلاج وتابع العلاج حتى أوصل لمرحلة أن يكون عندي أسنان ولثة سليمة، وبالتالي الصحة العامة كلها للجسد تتحسن. يعني لا استطيع ان اخبرك عن اهميه انه الانسان يحافظ على صحه الفم والاسنان، لانه فعلا تاثر على الصحه العامه. حتى دكتوره، انه مو بشرط ان الشخص يكون عنده مشاكل في صحه الفم او الاسنان عشان يراجع الطبيب، يعني حتى اذا كانت الحمد لله اسناني ما عنده مشكله أو يعني اراجع الاقل بشكل دوري، يعني نفس ما ذكرتي البكتيريا لا تاثر خاصه على القلب على اشياء ثانيه بعد في الجسم. طبعا يعني احنا دائما ننصح انه نسوي المتابعه قبل ما يصير في الم، لانه لما انا احس في الم معناتها المشكله وصلت مرحله تحتاج الى العلاج، فاحنا دائما نقول الوقايه خير من العلاج، فدائما انا اتابع بشكل دوري، تابع الاسنان، لان لو في مشكله من البدايه بسيطه ممكن تنحل بعلاج بسيط جدا، او مثلا في عندي تساؤلات عندي استفسارات طبيب الاسنان يستطيع ان يرد علي فيها يعطيني النصائح الصحيحه اني اتابعها حتى ما اوصل لمرحله المرض، فمهم جدا المتابعه الدوريه. دكتورة، ممكن تحدثين أكثر إذا في مجال عن من ناحية صحة الأسنان والأطفال؟ نعم. فهل في برامج معينة بتطرق لها استراتيجية دنتو أورال؟ نعم. وشو المشاريع اللي نحن نتوقع من ناحية صحة الأسنان أو الفم في الأطفال؟ نعم، في عندنا برنامج متكامل مركز على الأطفال، يبتدأ من وجود الحامل من البداية حتى سن المدارس، فمثلا المرأة الحامل تذهب لمراجعات عن الحمل الجان، أعطيها النصائح، نشرح لها كيف تحافظ على صحة الطفل اللي راح المولود الجديد. وبالتالي أيضا عندنا المرحلة الثانية، عندنا أيضا عيادات التطعيم لما يكون الطفل الأم والأب يأتوا لعمل تطعيمات المطلوبة، في أيضا عندنا أخصائي تنظيف الأسنان متواجد أيضا في عيادات التطعيم يعطي النصائح، يضع الفلورايد اللي هي المادة اللي تحافظ على الأسنان وتمنعها من التسوس، يعطي النصائح الصحيحة للفئة العمرية مثلا من 6 شهور من السنة إلى سنتين إلى آخره. ثم عندنا مرحلة أيضا عندنا العيادات العامة يستلمون الأطفال من عمر 5 سنوات، الطفل أيضا يتابع مع الدكتور. في عندنا أيضا مشاريع إن شاء الله في المدارس، أيضا كشف على الأطفال المدارس، في عندنا أيضا تدريب الكوادر اللي هي ممرضات المدارس على أساس يعطوا النصح والإرشاد للطلاب، وأيضا الكشف أيضا على الطلاب في حالة مثلا اكتشفوا أطفال عندهم مشاكل في صحة الفم كيف أنه ممكن يحولونهم على أطباء الأسنان حتى يعالجوهم. فيعني عندنا برنامج شامل متكامل من أول ما الطفل يولد إلى حد يكون في نهاية المدارس. ما شاء الله برنامجكم يغطي كل الفئات تقريبا، يعني ما شاء الله. نعم. ويعني هذا يدل على أهمية الاهتمام بصحة الفم والأسنان يعني لكل الأعمار، يعني سواء الصغار أو الكبار. وما شاء الله دكتورة، بخصوص التحدي يعني ابتدت الرسائل تزيد، تفاعل المستمعين كذلك بخصوص السؤال. ضروري إن شاء الله. إن شاء الله.
الله، لا التحدي كبير وشيء جميل صراحة، الواحد يثقف أكثر بخصوص الأسنان وكذلك يعرف يمكن أسئلة ما تخطر على بالنا، بسيطة بس ما تخطر على بالنا، وإجابات تكون مهمة ومعلومات تكون مهمة. إحنا مهم جدا يكون مجتمع صحي وسعيد وواعي إن شاء الله. إن شاء الله. وبنذكر المستمعين قبل ما ننهي اتصالنا وياك بخصوص سؤال هذا الأسبوع. سؤال هذا الأسبوع: البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه الإجابة صحيحة أم خاطئة؟ يرجى التواصل على الرسائل النصية 4006، سواء تبون تكتبون كلمة صحيحة أو صح أو خطأ، نتريى من عندكم إجاباتكم على الرسائل النصية. الرجاء ذكر الاسم على الأقل، وإن شاء الله أساس أن نتواصل وياكم بخصوص الإجابات الصحيحة، وإن شاء الله جوائزنا طبعا قيمة ومقدمة من فيليبس سونيكير وجوردان. دكتورة شيماء، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام. والله التحدي هو عبارة عن 2x30، يعني تنظيف الأسنان مرتين يوميا لمدة 30 يوم، والفكرة أن أنا أساعد الناس على يكون عندهم عادة تنظيف الأسنان. التنظيف الأسنان ثم التنظيف ثم التنظيف مهم جدا، يوميا بشكل دوري مرتين في اليوم على الأقل، يقي كثير من مشاكل صحة الفم والأسنان. أكيد. والأهم دكتورة يعني بعد كذلك طريقة التنظيف، يعني الواحد يحتاج يعرف كيف ينظف الأسنان بطريقة صحيحة، فيعني يعني يفضل أنكم تزورون عيادات تنظيف الأسنان أو حتى تستفسرون عن طريقة تنظيف الأسنان. أنتم ما شاء الله بعد في الأسنان ما تقصرون بخصوص الحملات التوعوية بخصوص تنظيف الأسنان اللي بشكل دوري تكون موجودة في العيادات. ودائما ننصح يعني حتى نشجع المرضى، اسألوا دائما لما تكون في عيادة الأسنان في أخصائي تنظيف الأسنان، اسألوا عن نوع الفرشة المناسبة، معجون الأسنان المناسب، طريقة التنظيف، استعمال الخيط، استعمال غسول الفم في بعض الأحيان، هذه مهمة جدا. أبدا دائما حضروا أسئلتكم قبل الذهاب لعند الموعد على أساس تكون جاهزين وتسألوا كل الاستفسارات اللي في بالكم. ممتاز. دكتورة شيماء مشهداني، أخصائي أول طب الأسنان في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. شكرا جزيلا، تمنياتي يا رب التوفيق للجميع، وشكرا على الاستضافة. إن شاء الله. شكرا دكتورة شيماء. ناخذ فاصل دكتورة؟ ناخذ فاصل، بس قبل الفاصل كذلك نعيد السؤال عشان نذكرهم بالسؤال: البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ رجاء التواصل على الرسائل النصية 4006، ونتمنى منكم ذكر أساميكم. نطلع فاصل قصير وبنرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. سمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برامج صحة وسعادة. نذكركم برقم التواصل ويانا 600-551-414، وعلى الرسائل النصية 4006. نذكركم كذلك بسؤال هذا الأسبوع. سؤال هذا الأسبوع: البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري، هل هذه العبارة صحيحة أم خاطئة؟ يرجى التواصل على الرسائل النصية 4006، ويرجى بعد تذكرون أساميكم عشان نعرف منو متواصل معنا. ما شاء الله الرسائل ابتدت أكثر، والتفاعل المستمعين: مهرة مصبح المنصوري، وسالم محمد عبد الله، وسام نصر صالح، وحيد عبيد السويدي، مصطفى عبد الكريم دبساوي، وعبد الرحمن عبد الله علي الحربي، محمد جهاد عبد الكريم. وصلتنا رسائلكم: حمدان علي بن شمة، فاطمة يعقوب عايل، وعادل حامد الهاشمي، وسام نصر، ندى يوسف، وإيهاب محمد حراكي، وعبد الرحمن عبد الله علي الحربي. إجاباتكم متنوعة، ما بذكر الحين سواء صح أو خطأ، فننتظر الإجابات كذلك بخصوص مسابقة اليوم، وإن شاء الله على نهاية الحلقة بنذكر الفائز، الفائزين بيكون الفائز الأول والفائز الثاني. طبعا فقرتنا الثانية اللي هي الفقرة الأخيرة للبرنامج اليوم فقرة جدا مهمة، خاصة في هذه الفترة لأن ابتدى الصيف، ابتدت الناس تسافر. طبعا سفرنا احنا الحمد لله ما بأنه بس في الصيف سواء ولا في الشتاء، ناس تسافر عشان شغال، أو ناس تسافر لعلاج، أو ناس تسافر لتنزه لتغيير الجو، تتعرف على أماكن جديدة، وابتدت الناس تتعرف على أماكن جديدة موجودة في كافة أنحاء العالم لسهولة الحمد لله الوصول لهاي الأماكن. بس في شيء
مهم لازم نركز عليه قبل حتى ما نسافر. احنا دائما بنركز على التجهيزات للسفر، بس في شيء جدا مهم دكتورة سارة اللي هو الوقاية من أمراض معينة تخص هذا البلد اللي أنا سايرت له. طبعا هذا شيء مهم جدا، خاصة في أماكن جديدة ابتدت تطلع سواء في آسيا سواء في أفريقيا بخصوص هذه اللي يعني الواحد ياخذ حصانته من أمراض معينة منتشرة هناك عندهم في بلدان معينة. اليوم بنتكلم أكثر عن هالموضوع اللي هو أهمية التحصين قبل السفر، ويانا في على الخط اليوم تكون دكتورة فتحية السركال، طبيب أخصائي طب مجتمع في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير دكتورة فتحية. النور، مرحبا دكتورة، كيف أخبارك؟ الله يسلمك دكتورة. دكتورة كنا عارفين الحين إجازة الصيف بادية، وإن شاء الله الناس مخططة للسفر في أماكن كثيرة ومفتوحة للجميع أنهم يتعرفون عليها. فواحد من أهم الأشياء اللي هو التحصين قبل السفر، والواحد يتقي أي شيء أو مخاطر على صحته، فشو هي أهمية التحصين قبل السفر؟ شكرا على استضافتي في هذا البرنامج دكتورة عاشر. مثل ما قلت دكتورة عاشر، التحصين واحد من الأشياء المهمة الاستعداد لها قبل السفر. يعني مثل ما تجهزين شنطتك قبل ما تسافرين، مثل ما تجهزين التذكرة قبل ما تسافرين، لازم تأمنين صحتك من بعض الأمراض المعدية اللي ممكن تتعرضين لها في دول ثانية غير موجودة في بلادك. فإذا إحنا في البلاد موجودين في برنامج تحصينات قائم من الطفولة لين ما الواحد يكبر يأخذ تحصيناته أول بأول، بس في بعض الدول اللي إحنا نسافر لها لأغراض مثل ما قلتي سياحة، عمل، حاجة، علاج، يتعرض في هذه البلدان لأمراض ممكن تكون مختلفة، أو في هاي الحالة يكون تعرضة شيء جديد لمرض جديد بسبب تغير البلد هاي من ناحية البيئة مختلفة، الجو مختلف، الأمراض المتوطنة في هاي الدول تكون مختلفة. ففي ممكن للأمراض ممكن إحنا نقي نفسنا بها بالتحصينات، بس في عدد كبير ممكن نحمي نفسنا بالتحصينات. فالأمراض الموجودة وفي لها تحصينات وممكن أنا أتحصن منها بسهولة عن طريق تطعيم، فحرام إني أدخل هاي البلد وأنا مو بعارفة إن أنا المفروض أخذ تحصين وأحمي نفسي. صح. بخرب سفرتي. يعني الواحد اليوم يسافر يجلس يومين أربعة أيام ستة أيام عشرة أيام يرجع بمرض أو يجلس هناك مريض، خرب سفرته كلها. صح أكيد، يعني سير يستانس ويطلع ويغير وما يحس إن في قيود حواليه. عفوا، في ناس يجون عيادة المسافرين يقول أنا حجزت التذكرة وسويت كل شيء، ممكن تعرف إن من متطلبات الفيزا أو من متطلبات السفر لهاي البلد إني لكان لازم أخذ تحصين معين. فإحنا نبغى نقول للناس إن في دول لازم في تحصينات يأخذها لأنها حاجة ضرورية لحمايته من أمراض متوطنة في هاي الدول، وفي تحصينات ضرورية عشان صحته علشان يحمي نفسه من بعض الأمراض اللي ممكن يتعرض لها. فالتحصينات هذه مثل ما تقولين تبني مناعة في جسمه قبل لا يروح لهالمكان وقبل لا يتعرض له، بحيث لو تعرض للمرض اللي مستوطن في هاي البلدان ما يصير له شيء، خلاص هو عنده مناعة. في بعض التطعيمات تكون مناعتها دائمة، في بعض التطعيمات مناعتها مؤقتة يحتاج إنه يأخذ تطعيم مرة ثانية بكل ثلاث سنوات مثلاً أو كل عشر سنوات. أيوة. وفي تطعيمات محتاجة جرعات، يعني في جرعة أولى لازم يأخذها، نرجع نقول له تعال مرة ثانية عقب شهر بعد الجرعة الثانية، وفي جرعة ثالثة مثلاً عقب سبع شهور، عقب يصير عنده مناعة دائمة. يعني حسب البلد، حسب التطعيم اللي بياخذه، وحسب نوع المرض هذا. والأمراض المنتشرة في كل دولة طبعا تختلف عن الدول الثانية، يعني كل دولة لها طبيعة أمراض معينة. في دول يعني قلنا احنا بسبب الظروف البيئية اللي موجودة، بسبب طبيعة المناخ عندهم، فالتطعيمات تيجي تحصين أصلا بشكل عام ممكن يكون على هيئة تطعيم وممكن يكون على هيئة يعني مناعة إميونيتي يعني، وفي عن طريق تحصين كيماوي اللي هو عن طريق حبوب، يعني ياخذ حتى ممكن أدوية تحميه من بعض الأمراض للفترة هاي المؤقتة اللي هو يكون فيها في هاي البلد. فكل دولة أو كل مجموعة من الدول يكون عندها أمراض معينة مستوطنة عندها. فأنت إذا صرتي تزورين منطقة معينة في العالم يقول لك كل الدول اللي تقع في هاي المنطقة لازم تاخذين لها التطعيم المعين. يعني كل منطقة في العالم في مجموعة من التحصينات محددة لهاي المناطق المفروض الإنسان يأخذها حماية له يعني. وفي بعض الأمراض مستوطنة في بعض الدول لكن ولها تطعيمات،
بس في لها أدوية ممكن تاخذينها، لأن تعرفين بعدهم ما اكتشفوا التطعيم لهالمرض، فتاخذين أدوية تحميك من هذا المرض، تكون طبعا مثل كورس مضاد حيوي تاخذينه لفترة مؤقتة قبل السفر أثناء السفر وبعد السفر. على سبيل المثال الملاريا، الملاريا إذا سرتي أي دولة مستوطن فيها هالمرض وهي عن طريق عوض البعوض، لازم تبتدين تاخذين حبوب ضد الملاريا، ضد مرض الملاريا، تبتدين تاخذينه قبل السفر وأثناء تواجدك هناك ولما ترجعين من السفر. هذا عبارة عن كورس مضاد حيوي، طول ما هو أنت تاخذينه وموجود في دمك يحميك، حتى لو عضتك بعوضة فيها ملاريا خلاص الباراسايت نفسه أو الطفيل هذا يموت على طول، لأنه أوريدي في جسم الشخص الشيء المضاد لهال. بس يفرضي واحد سافر وما يدري، أيوة، ويرجع لك يا يرجع لك مريض من هناك، يا يتعرض للمرض وهو هناك. فالفكرة أنه اللي يزور عيادة المسافرين قبل السفر ولا بنعرفه على هاي، يعني بيقول لنا وين مسافر، احنا بنقوم بتعريفه على الامراض المنتشره في هاي المنطقه، ونترك للخيار في الامراض اللي هي ياخذ عليها تحصينات وفي الامراض اللي ياخذ عليها ادويه، هذا غير الوعي الصحي اللي نقدمه له. ايوه، بالنسبه خلنا نذكر موضوع مهم اللي هو التحصين قبل السفر او بخصوص التطعيمات او حتى الارشادات الصحيه اللي قبل السفر، بتكون متواجده في عياده المسافرين. دكتوره فتحي، ممكن تحثينا اكثر عن هذه العياده وين اماكن تواجدها؟ عياده المسافرين حاليا موجوده في عياده ند الحمر، مركز ند الحمر الصحي ومركز البرشة الصحي في منطقه البرشة. العيادتين يفتحون من الساعة 7:30 يفتحون من الساعة 7:30 لين الساعة 2:30 صباحا، دوام صباحي فقط، وإن شاء الله في مشروع في المستقبل يكون بعد الظهر يشتغل إن شاء الله، بس حاليا بس الصبح فاتح. الفكرة أنه نبغي الناس يجونا لأنه هي مش مواعيد، هي تدخل ويتم تقديم الخدمة لك، لأن الناس يبغون الخدمة تقدم بهالطريقة، لأن معظمهم يحددون سفرهم بطريقة مفاجئة. صح. فعلشان كذي إحنا يتم استقبال الناس بدون مواعي، لأن إحنا الحين في موسم سفر، فمعظم الناس يجونا على آخر الدوام، فيكون قبله لين طويل، فإحنا نطلب من الناس اللي يبغي يسافر ياريت يجينا يتابعنا في العيادة ويحاول يجينا من الصبح بحيث يقدر ياخذ له دور ونخلصه بسرعة وما نأخره. هذا غير ان احنا نطلب من الناس، يعني لا يجونا 2:30 العياده، تسكر 2:30 يعني على الاقل يجينا، يعني لا يتعدى الساعه 12، نفضل ان يجونا ما يتعدون الساعه 12 عشان نلحق ناخذ، وعشان لا كذلك الوقت، يعني انتم بتعطون نصايح كذلك للمريض خلال اليوم، ما بانه بس يعني بياخذ التطعيم وبيطلع، لان ما شاء الله الحين البلاد انفتحت، يعني الجميع تسمعين كل يوم بلاد يعني او منطقه جديده الناس ابتدت تروح لها وتسير لها او انها تتعرف عليها اكثر. هي الجيرني الحين، شوفي احنا موسم سفر، يعني هو رحلته عندنا في العياده ممكن تاخذ لها ساعتين ترى، لان اصلا يجلس مع الدكتور بيحدد البلد يعطيه النصايح بيحدد له التطعيمات، بيروح بيمر على التسجيل بيمر على غرفه التطعيم، هاي كل في ناس ياسين ينتظرون قبله، فاحنا ما نقدر نقول لهم تعالوا بنخلصكم في نص ساعه، خاصه ان احنا الحين في موسم سفر، اذا كان مو موسم سفر ممكن يخلص اسرع، بس لأنه في موسم سفر فنفضل من الناس إنه ما يجونا في آخر لحظة ويجونا متأخرين. في ناس يقررون في آخر لحظة أصلاً سفرهم ينصدمون إنه لا، في إجراء تطعيم لازم يسوونه قبل. أيوة. فلازم يسوون حسابهم لهالموضوع قبل. بعدين ما ينفع يعني أنا قررت أسافر أي أخذ التطعيم اليوم باكر مسافر، التطعيم لازم يأخذ المسافر على الأقل شهر قبل السفر. أنا نفضل دائماً شهر قبل السفر لأن المناعة تنبني في الجسم تأخذ لها شهر على الأقل. وفي بعض التطعيمات يعني تاخذ لها 10 ايام بس الغالبيه تاخذ شهر. ايوه، يعني قبل فتره الواحد يفضل اني احدد يعني. طبعا اقل فتره دكتوره فتحيه، يعني مرات اقل فتره 10 ايام. هذا انا اتكلم عن موضوع انك تبغين تبنين المناعه في الجسم. أيوة. لكن في ناس يبغون ياخذون التطعيم لان اجراء قانونيه ويقدمها كورقه، يعني يقدم ورقه التطعيم بس حق السفاره عشان فيزا ولا شيء، لان ما يعطون فيزا، حتى الفيزا ساعات تتوقف على التطعيم، يعني بعض الدول تطلب اثبات التطعيم عشان يعطونهم بس فيزا. أيوة. فهم يقدمونه ياخذ يوم قبل وياخذ الفيزا ويسافر، فهذا بس كمناعه ما يكون عنده 10 ايام المناعه، لازم على الاقل 10 ايام. هذا بعض التطعيمات ممكنها. دكتورة فتحية، بخصوص الأعمار اللي أنتوا تستقبلونها في عيادة المسافرين،
في أعمار معينة ولا مفتوح المجال للجميع؟ إحنا نبتدي من عمر 9 شهور. قبل 9 شهور ما في تطعيمات تقدم، يعني من ناحيتنا إحنا، لأن هاي تطعيمات مش تطعيمات روتينية للأطفال. أيوة. هذه التطعيمات مش تطعيمات طفولة، اللي عندنا تطعيمات إحنا للمسافرين، وإذا حد يبغى يكمل تطعيمات الناقصة ممكن نكملها. فنبتدي إحنا نستقبل من 9 شهور. أيوة، من 9 شهور إلى فما فوق، خلاص ما في مشكلة. بناء بعدين عاد بناء على الحاجة، يعني حسب السن، حسب الأمراض اللي موجودة عند الشخص، حسب مناعته، حسب حالته الصحية، حسب البلد اللي رايح لها، نحدد عاد شو التطعيمات اللي يحتاجها كل فئة عمرية. على أساسها يتحدد. إيه، وإذا في شيء إحنا ما قادرين نقدمه لأي سبب، نقوم بتوجيههم أو تحويلهم حتى للجهة المخصصة أو المهتمة بأن تقديم الخدمة لهم، يعني ما نتركهم مو بعارفين وين يروحون ومو بعارفين شو يسوون. أيوة، يعني على أساسها تحددون كذلك، يعني بهالشيء جدا جميل، لأن مرات صح الواحد يتردد وما يكون عارف وين يصير. بس وجميل أنه من عمر 9 شهور، لأن حين الناس تسافر وتحتى تشل عيالها الصغار وياها في كل أماكن اللي تسافر لها. أنا دكتورة في تطعيم الحمى الصفراء، هذا مطلوب حتى كفيزا كثير من الدول. فالحمى الصفراء ما يعني التوصيات ما تقدم لأقل من 9 شهور، فإحنا نقدمها من 9 شهور وفوق. أيوة. في تطعيمات طفولة اللي مو بعارف شي سوا، موجههم لصحة الطفل، لأن حتى في صحة الطفل يفتحون ملف ويبتدون يطعمون عيالهم ويكملونه، وبعدين صحة الطفل التطعيمات كلها متوفرة ببلاش للمجتمع. أيوة، جميل. دكتورة، ممكن تكلمينا أكثر شو هي الخدمات التصحين الأخرى اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي؟ عفوا، خدمات شو ما سمعتي؟ التصحين، التحصين الأخرى اللي تقدمها هيئة الصحة بدبي. خدمات التحصين مثل ما ذكرت، احنا عندنا هي برامج التحصين موجودة كلها معظمها في قطاع الرعاية الصحية الأولية، وموجود بعد في فحص العمالة. خدمات التحصين موزعة على هيئة برامج، إنها برامج صحة الطفل أول شيء، فيقدمون تحصينات في صحة الطفل من عمر 0 إلى عمر 7 سنوات. بعد 7 سنوات يتم تقديم تحصينات خدمات التحصين في المدارس اللي هو الصحة المدرسية. هذا يكون من عمر 7 سنوات أو 6 سنوات حتى، لأن من الصف الأول إلى عمر 17 سنة حسب، يعني لين ما يخلص المدرسة اللي هي الثانوية. بعدها يعتبر أدلت، فيتم تقديم التحصينات. عندك في تحصينات اللي حج والعمرة متوفرة في جميع مراكز الصحية في هيئة الصحة في دبي، وشغالة يعني على مدار دوام المركز الصحي. بعدين عندنا تطعيمات السفر، تطعيمات البالغين، يعني أي حد محتاج أي تطعيم، مثلا طالبين منه في شغلة، مثلا خدمات ممرضة ومطلوب منها تطعيمات معينة، الإسعاف ومطلوب منهم تطعيمات معينة، أخصائي بيطري مطلوب منه تطعيمات معينة حسب وظيفته يعني، أو إنسان مثلا مريض عنده بعض الأمراض المزمنة ومطلوب منه بعض التطعيمات المعينة يأخذ، هذا كلهم يقدرون يجون عندنا في عيادة المسافرين. اسمها عيادة المسافرين لكنها تقدم خدمات للمسافرين وخدمات للبالغين، يعني للبالغين والأطفال، وحتى لو حد يعني بعض التطعيمات في المدارس ما خذاها لأي سبب، كان غايب، كان مريض أو أي شيء، طافه أي تطعيم على مدى حياته، يقدر عندنا نوفر له التطعيم، نشوف شو اللي ناقص عنده من تطعيمات روتينية، نشوف شو اللي هو معرض له من أمراض المفروض يأخذ عليه تطعيمات بناء على وظيفته أو بناء على حالته الصحية ونعطيه. دكتورة فتحية، بس مداخلة وبنكمل إن شاء الله موضوعنا بخصوص التحصين. ألو، جواهر. عليكم السلام، حياك الله جواهر، يعطيكم العافية. الله يعافيك حبيبتي. الله يسلم، سلامي للموجودين كلهم. الله يسلمك. حبيبتي بغيت أسأل بخصوص الحج والعمرة، هي يمكن تطرقت للموضوع، بس متى الوقت المناسب الواحد يسوي يعني تطعيم قبل الحج أو العمرة؟ إن شاء الله تجاوبنا عليه دكتورة فتحية الحين. إن شاء الله. وأقدر أجاوب على السؤال ولا؟ بعثي رسالة نصية على 4006 الحين، لأن وقتنا الحين ضيق، والحين بيبتدي السحب إن شاء الله، بيكون في فائزين خير إن شاء الله. الله يحييكم جواهر. دكتورة فتحية، سؤال أم جواهر بخصوص تطعيمات الحج والعمرة، متى الواحد يطعمها؟ يعني بنفس التوقيت ولا في اختلاف؟
هي دكتورة، هو نفس الشيء، أنت تبغين تبنين مناعة في الجسم، سواء لسفر عادي للحج والعمرة، أنت محتاجة جسمك معظم التطعيمات عشان تبني مناعة كاملة في الجسم، محتاجة شهر، شهر قبل السفر ياخذون التطعيم. الحين بالنسبة لتطعيمات الحج والعمرة، تطعيم الإنفلونزا وتطعيم الحمى الشوكية، هالتطعيمين السنينة. تطعيم الإنفلونزا يعني احنا نكون حريصين قبل السفر بشهر، إن شاء الله بيكون موجود ومتوفر. حاليا الحين هو مو متوفر، لين ما ينزل بيتم الإعلان عنه إن شاء الله. بس موجود متوفر في جميع المراكز الصحية، بيكون في عيادة الصحة في البي، وللجمهور في العيادات المفتوحة اللي هي دوام صبح وبعد الظهر. عفوا بس بكمل برامج التطعيم الخاصة، إن برامج للمصابين بالأمراض المزمنة اللي هم عندهم سكري ولا عندهم ضغط، وفي بعد برامج تطعيمات لكبار السن، وفي برامج تطعيمات حتى للزيارات المنزلية للناس اللي يزورونهم في البيوت. فيعني البرامج موزعة، كل عبارة عن برامج. ليش نسوي على هيئة برامج؟ عشان يتم الاهتمام بهاي الفئة بإعطائهم هاي التطعيمات. بس في متابعة لكل البرامج، إنه يتم يعني مثل ما تقولين لما يجين يحد العيادة المزاولين، عشان شيء أقول لك إذا شيء أنا ما أقدر أقدمه لك خدمة، أوجهه وين يروح، وحتى ممكن أحوله للشخص المناسب عشان يقدم له خدمة التطعيمة. ممتاز دكتورة فتحية، كلمة أخيرة توجهينها للمستمعين الكرام. مستمعين الكرام، كل اللي نقدر نقولكم إياه إن مثل ما تجهزون شنطكم للسفر، مثل ما تشترون التذاكر، مثل ما تحجزون للفنادق، احجزوا لمناعة في جسمكم، لأن السفر الواحد ما يعرف في شو يتعرض في السفر. يعني الواحد يسافر يبغى يستانس، ما يبغى يمرض ولا يتعب ولا حد من أحبائه ولا عياله يتعب. وتوصيتي بعد الثانية أن كونوا حريصين دائما تأخذون معاكم شنطة صغيرة للإسعافات الأولية، تتضمن مثلا شيء معقم للجروح، يعني خاصة اللي عندهم أطفال، معقم بسيط للجروح، لزقة للجروح، كريمات مضادات حيوية بسيطة، كريمات أو سبراي للألم، مع أدوية خافضة للحرارة وأدوية للألم. لأن سبحان الله يعني الواحد ما يبغى يسافر ويتعب، هاي أشياء بسيطة. يعني حتى الأم في شنطة إيدها تحط لزقة لعيالها، لأن التعويرة هاي شيء بسيط يتعرضون للياهال دائما. وسلامتكم إن شاء الله، وتعافون كلكم وترجعون بالسلامة. الله يسلمك دكتورة فتحية. دكتورة فتحية السركال، أخصائي أول طب مجتمع، شكرا لك. طبعا حدثتنا دكتورة فتحية السركال بخصوص أهمية التحصين قبل السفر، وتحدثنا كذلك عن البرامج التحصين الموجودة عندنا في هيئة الصحة بدبي. نرد مرة ثانية لسؤالنا لليوم، اللي هو البديل لتنظيف الأسنان بالفرشاة هو أن يتم وضع مادة الفلورايد بشكل دوري. الإجابة هي خطأ. طبعا عندنا الإجابات ما شاء الله كثيرة. طبعا سوينا القرعة، عندنا فائزين. الفائز الأول اللي هو سالم محمد عبد الله. فائزنا الثاني عبد الرحمن عبد الله الحربي. ألف مبروك للفائزين، إن شاء الله بيتم التواصل وياكم من عن طريق أرقامكم إن شاء الله، وإن شاء الله بتستلمون جوائزكم القيمة اللي هي من فيليب سونيكير وجوردن، وبيتم التواصل وياكم إن شاء الله عشان استلام الجائزة كذلك من قبل إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق. مبروك الفائزين، وحظ إن شاء الله موفق في خلال الأربعة الجاية إن شاء الله. للباقيين عندنا أسئلة ثانية خلال الأربعة الجاية إن شاء الله، في كل أربعة لنهاية الشهر إن شاء الله. مستمعين الأعزاء، وصلنا نهاية حلقتنا لليوم. نتمنى لكم يوم سعيد إن شاء الله. أشكر المساعدين اليوم في طاقم العمل اليوم في البرنامج، في الإعداد نور نزال، في التنسيق ميرا المري، في الإخراج أيمن سرحيل، وياكم الدكتورة عاش البسطي، واليوم وياي في التقديم الدكتورة سارة الدلال. شكرا لكم جميعا، يعطيكم ألف عافية. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.